الوحدة التعليمية الثانية، تنظيم السجلات الطبية. هناخد أول حاجة في الفصل دورة السجل الطبي للمريض. معنى دورة السجل الطبي للمريض هي العملية التي تبدأ بفتح السجل له تمهيدا لتحويله إلى عيادة الممارس العام أو المتخصص أو الأقسام الداخلية بالمستشفى، والتي ينتهي بتوجيهه السجل الطبي إلى إدارة السجلات الطبية بعد استكمال إجراءات فحصه وعلاجه، وذلك كما يلي: السجل الطبي في العيادات الخارجية بالمستشفى. أول حاجة بتحصل يكتب مكتب، يعتبر مكتب تسجيل المرضى أول خطوة من خطوات تسجيل المريض بالمستشفى. بيدون اسمه، تاريخه، تاريخ ميلاده، جنسيته، عنوانه، أرقامه أو أرقام أحد من أقاربه للطوارئ. يلي ذلك ترقيم السجل الطبي وإعطاء المريض بطاقة مرجعية. يرسل السجل إلى إدارة السجلات الطبية لحفظه. أما المريض الذي لديه بطاقة المواعيد فيتم عن طريقه استحضار سجله الطبي من إدارة السجلات وتحويله مباشرة إلى العيادة التي يرد مراجعتها. طرق تنظيم محتويات السجل الطبي بتنظم إزاي؟ أول حاجة السجل الطبي بيتحط فيه أول حاجة مصدر البيانات، البيانات بتاعته في الأول. بعد كده بينظم باستخدام نموذج شامل لتطوير حالة المريض. بعد كده بيتحط تبعا للمشكلات التي يعاني منها المريض. قواعد الواجب مراعاتها في تنظيم السجل الطبي بتتميز فيه: أول حاجة، غلاف السجل الطبي لازم يبقى من الورق المقوى السميك لإمكانية حفظ محتوياته. ممكن يحتفظ فيه بقى محفظة بلاستيكية صغيرة بتحفظ بيها بطاقة المريض. من الضروري وضع قائمة بالنماذج والأوراق التي تحتوي عليها السجل الطبي، وضع فواصل بين كل مجموعة من النماذج المتشابهة. طيب احنا بنستخدم السجل الطبي ليه؟ لأنه واحد هو وسيلة اتصال بين أعضاء الفريق الطبي، مصدر هام للمعلومات والحقائق في البحث العلمي والتعليم والتدريب والبحث، مصدر للتقارير والإحصاءات اللي بتستخدم في التخطيط والرقابة، وثيقة أساسية في عملية التقويم والمراجعة الطبية، بيمثل أحد المعايير الهامة للاعتراف بالمستشفيات. الجوانب القانونية للسجل الطبي للمريض: السجل الطبي هي وثيقة لحماية الحقوق القانونية لكل من المستشفى والمريض والكوادر الطبية. لا يسمح لأي فرد بالاطلاع على محتويات السجل الطبي إلا إذا كان لغرض البحث العلمي أو للدراسة. يلتزم الطبيب المعالج بالحفاظ على سرية السجل الطبي. يمكن المستشفى أو تمتلك المستشفى المعالجة النسخة الأصلية للسجل الطبي. طيب نيجي للنقطة اللي بعدها عندي، هي طرق حفظ السجلات الطبية. يتم حفظ السجلات الطبية بعدة طرق تستهدف إمكانية استرجاعها عند الحاجة إليها بسهولة ويسر. من هذه الطرق هي الحفظ حسب ترتيب حروف الهجاء. هنا بيتم الحفظ حسب تسلسل الحروف الهجائية للاسم، ويتم استخدام أو يتبع استخدام هذه الطريقة في العيادات الخاصة أو المراكز الصحية الصغيرة نظرا لتردد عدد محدود من المرضى عليها. رقم 2، الحفظ حسب تسلسل الأرقام. بيتم حفظ حسب تسلسل أرقام السجلات بدءا من الأصغر إلى الأكبر. من عيوب هذه الطريقة صعوبة العثور على بعض من السجلات الطبية التي تحفظ سهوا في غير أماكنها. رقم 3، الحفظ حسب العدد في حسب العدد في النهائيين لرقم السجل الطبي من جهة اليمين. نظام الترقيم الطرفي: تعتمد هذه الطريقة على تخصيص رقم لكل سجل يتآلف من 5 أو 6 أو 7 أعداد. يتم تقسيم رقم السجل إلى 3 أقسام رئيسية. القسم الأول يتآلف من عددين نهائيين من جهة اليمين رقم السجل، وذلك دلالة على رقم الخزنة التي سيحفظ فيها السجل. القسم الثاني يتآلف من عددين يليين للعددين الآخرين من جهة اليمين، وهو رقم السجل الطبي، وذلك للدلالة على رقم القسم في الخزنة التي سيحفظ فيها السجل الطبي. القسم الثالث يتآلف من الأعداد المتبقية، وذلك للدلالة على ترتيب السجل في القسم التابع للخزينة. نيجي للنقطة اللي بعدها، أنواع الفهارس المستخدمة في إدارة السجلات الطبية. تعد إدارة السجلات الطبية بطاقة للاستدلال بها على أماكن وجود السجلات الطبية وعلى بعض الموضوعات الرئيسية التي تحتويها، وهذا ما يطلق عليه الفهرسة. تأخذ الفهرسة الفهارس صورا متعددة على النحو التالي: رقم 1، فهرس المريض العام.
وهو يعتبر مصدر أساسي للإحصاءات الديموغرافية، كما يجب يمكن للإدارة من معرفة ما إذا كان المريض سجل سابقا أم لا. 2. فهرس المرض، ويوضح الأمراض المدونة في السجلات الطبية المحفوظة لدى الإدارة، ويساعد في إعداد الإحصاءات وإجراءات البحوث المتعلقة بالأمراض ووقت حدوثها وإمكانية انتشارها وعدد المصابين بها وعلاجها. فهرس العملية العلاجية، يوضح أعداد ونوع العمليات الجراحية التي أجريت في المستشفى، ويساعد الأطباء عند مراجعتهم لبعض العمليات الجراحية ضمن برامج التعليم الطبي المستمر التي تنفذها المستشفى أو الجهات العلمية الأخرى. النقطة اللي بعدها رقم 4، فهرس الطبيب، يساعد في إجراء الدراسات المتعلقة باستخدام خدمات المستشفى ومعرفة عدد الحالات التي قام الطبيب بإدخالها ومدة إقامة المريض، وكذلك تقويم مدى جدارة الأطباء في تشخيص الأمراض وعلاجها. الأجهزة والمعدات المستخدمة في إدارة السجلات الطبية. رقم 1، الدكتافون، هو أداة عامة بتوفر وقت للأطباء المعالجين عن إعداد التقارير عن المرض، ويتكون من 1 جهاز تسجيل، وهو عبارة عن جهاز تسجيل عادي يحوي كاسيت يسجل عليه الطبيب المعلومات الخاصة بالتقارير الطبية، ويمكن حاليا للطبيب أن يسجل عليه المعلومات بواسطة الهاتف وبه. رقم 2، جهاز إملاء، عبارة عن جهاز بيسجل ويضع الموظف المختص فيه الشريط الذي يتم تسجيله بهدف البدء في نسخ مضمون. تاني جهاز من الأجهزة اللي عندي هي أجهزة الطباعة، وهي تستعمل لطباعة التقارير الطبية. تالت جهاز عندي هو جهاز الحاسب الآلي، ويتم تغذيته بالمعلومات الهامة عن كل سجل طبي. رابع جهاز عندي هي معدات حفظ ومعدات نقل، عبارة عن أرفف وخزائن لحفظ السجلات الطبية، وعربات نقل صغيرة لحمل السجلات عند إرسالها إلى العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية.